لا يعني اذا بقدر اخذ الروتر، الروتر بدي اطلع الايكوفلنت سيركت للروتر، الايكوفلنت بير فيز طبعا لفيز واحد، الايكوفلنت سيركت للروتر بير فيز في مقاومه راح نسميها ار 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 روتر، وفي اكس ار اللي هي الرياكتنس تبعت الروتر راح نسميها اكس ار، بس في هون شيء راح نضاف هلا راح نشوف شو هو. وراح افترض انه في فولتج، متذكرين الجنريتر افكت؟ جنريتر افكت راح تولد فولتج، الفولتج هذا راح اسميه اي نوت، بس هذا قيمته راح تكون بس اس، لانه نسبه القطع كل ما زادت السرعه تبعت الروتر شو بصير بالسلب؟ بتقل، ولما تقل مش بقل سرعه القطع للخطوط، اذا راح تقل الفولتج اللي دخل على السكندري مزبوط على الروتر. اذا هون اس، لانه لو كان الروتر بيتحرك بنفس السرعه اللي بلف فيها الماجنتيك فلكس قديش راح يكون السليب؟ صفر. واذا كان السليب صفر معناها فيش عندي قطع لخطوط المجال، اذا قديش الفولتج راح يتكون؟ زيرو. اذا بضرب هون في اس، ضربت في اس. السؤال الثاني، هل ار تعتمد على الفريكونسي؟ لا. اذا ار ما راح تختلف باختلاف السليب، لكن هل اكس بتعتمد على الفريكونسي؟ بتعتمد. اذا شو لازم اضرب اكس ار فيه؟ في اس. ليش لازم اضربها في اس؟ تمام. اذا اول ما ببدا قديش راح تكون الفريكونسي في الروتر؟ 50. السليب ايش راح تكون؟ واحد. اذا اكس ار قديش راح تكون قيمتها؟ اكس ار. لكن لما ببدا سرعه الروتر تزيد ايش راح بصير بالسليب؟ عم بقل. اذا الفريكونسي بالروتر شو بصير فيها؟ بتقل. ولما تقل ايش راح يصير في اكس ار؟ راح تقل. اذا راح اضرب هذا في اس. ماشي، واضح ليش ضربنا في اس؟ لانه اكس ال بيعتمد او اكس ار بيعتمد على الفريكونسي. هلا بدنا نيجي نحسب الكرنت اللي هون، هذا راح اسميه اي ار. احنا بس عم نشتغل في دائره الروتر هلا. شلنا ستيتر، ايش حطينا محل الستيتر؟ ايش جاي لي انا من الستيتر؟ ايش بستفيد منه؟ راح يعمل لي فولتج بالروتر مزبوط. ايش اي ار بساوي من هاي من هذا الشكل؟ اس اي. ولاحظوا اي نوت سميناه اي نوت لانه هو الفولتج اللي بتولد امتى؟ عند التشغيل. تمام، ممتاز. بدون اس، فاحنا قلنا اي نوت، يعني اي نوت اللي هو انيشالي اول ما بشغل راح يتكون عندي اي نوت، بعدين كل ما زادت سرعه الروتر راح تخف لانه اس راح تصير تنزل، فراح يصير القطع اقل، فراح تقل قيمه اي نوت، تقل على ايش؟ على زد، مش هيك؟ قديش زد؟ زائد اس اكس ار. بس في شيء ناقص مضبوط، اس اكس ار، ايش لازم نحط؟ ار ار زائد اس اكس اس اكس ار اس اكس ار جي. اشكرك يا باسل. اس اكس ماشي، واضح المعادله هاي. واي ار مهمه لانه اي ار هو تولد عندي كرنت، اذا تولد كرنت في الروتر ايش بنتقل لاي مرحله؟ الموتور افكت. بديت بالجنريتر افكت، الجنريتر افكت ايش اعطاني؟ اعطاني اي نوت، مش كرنت، هي المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة بصير موتور افكت. الار شو بعطيني؟ بتولد تورك. اقسم البسط والمقام هون على اس شو بصير عندي؟ اي ار بتساوي اس اس اي نوت، اذا قسمتها على اس بتصير اي نوت. ار ار شو بتصير؟ على اس، وهون الاس بتروح بصير عندي جي اكس ار. شايفين وين جت الار ار على اس؟ لما نحطها في الموديل بتبين معنى ار ار على. هلا هدول راح اعملهم ريفيرال، متذكرين فكره الريفيرال اللي حكينا عنها في الترانسفورمرز؟ نعملها ريفيرال او ريفليكشن. فراح افترض الان انه اي ار لما بعمل له ريفيرال راح يصير اسمه اي 2 وقيمته اي 2، واي نوت لما بعملها ريفيرال راح يصير اسمها اي 1 لما بسميها اي 1، وار ار لما بعمل له ريفيرال راح يصير ار 2، واكس ار لما بعمل له ريفيرال راح يصير اكس 2. اذا هاي المعادله بتصير بعد اعملها ريفيرال من هون بصير عندي اي 2 بيساوي E1 على R2 على S زائد X X X2. ماشي، واضح هاي؟ هلا خلينا اذا نبني هلا هاي الدائرة، هاي الدائرة راح تصير عندي الآن هون في E1، هذه سميناها R2 على S، هذه عندي J، هو كان أصح أنا أحط الـ J اس جي اكس ار. وين راحت الاس هاي؟ لاحظ احنا قسمنا اس هون، هاي قسمناها اس،
هاي قسمناها اس وهاي قسمناها على اس فهاي عندي اكس 2 صحيح والكرنت اللي صار هون اسمه اي 2 بس انا هاي المقاومه بقدر اقسمها لمقاومتين ليش بقسمها لمقاومتين ايش هذا بذكركم بايش نسبة المقاومتين واحد ماينس اس و اس هلا انا هاي المقاومة مش بقدر احطها مقاومتين ان سيريز مش هيك ما بفرقش عندي المقاومتين هذول راح اقسمهم بنسبة واحد ماينس اس و اس لا هلا حكيتها بشوي شو هو ايش سميناه راح يضيع هلا سميناها قبل شوي شو هم الباور؟ الباور اير جاب لايش بتتحول؟ ايش بتنقسم؟ باور كونفرتد ميكانيكال بتصير وروتر كوبر لوسز. اذا هاي الدائره راح احولها للدائره هاي، راح اخلي هاي مقاومه، هلا راح اضرب ار 2 على اس راح اقسمها لمقاومتين. واحده بضربها في واحد ماينس اس، واحده بضربها في اس. مش واحد ماينس اس زائد اس شو بيساوي؟ واحد مش اذا ايش ضربته في واحد ماينس اس واس قسمته كانه لسه مجموعه نفس الشيء الاصلي فهذا راح اضربه 1 ماينس اس في ار 2 على اس وهذا راح اضربه في اس على ار 2 ماينس اس هذا ايش راح يصير؟ باور ايش؟ كونفرتبل راح تعطيني الانديوس تو وهذا ايش راح يصير؟ روتر كوبر لوسز ماشي قسمناهم اثنين بصير هيك اعمل اقسمهم؟ قديش هدول مجموعهم؟ راح يرجع نفس هذا مش هيك؟ لان انا ضربت في واحد ماينس اس واس كاني بقول عندي 100% راح اقسمها ل 60% و 50 و 40% مش بصير؟ بتضل مجموعها 100% اذا هذول لما بضربهم هيك شوفوا شو راح يصير عندي راح اقسمها لهذول المقاومتين هاي كونفرتد باور وهاي روتر كوبر لوس اذا هاي راح تنقسم عندي هون ار ار 2 على اس في اس شو راح يصير الاس مع الاس؟ راح يصير عندي هون ار 2 بعدين ايش راح يصير عندي كمان مقاومه ايش المقاومه الثانيه راح تصير؟ واحد ماينس اس على اس ار 2 هاي المقاومه مش مقاومه فعليه موجوده هاي ايش بتمثل هاي بتمثل الميكانيكال تورك اللي راح يروح الميكانيكال لوسز اللي راح اخذها هاي شو بتمثل مقاومه حقيقيه هاي المقاومه الموجوده في الروتر كوبر لوسز وهاي هون عندي اكس 2 إذا عندي كرنت ماشي في ريزيستر قديش الباور لوس بصير؟ قديش الباور لوس لكرنت ماشي في ريزيستر؟ اي سكوير ار بس هذا بير فيز للثري فيز شو بصير؟ لا مش جذر الثلاثة الباور الباور إذا الباور في الريزيستر الأول شيء والريزيستر الثاني شيء والريزيستر الثالث شيء شو بصير الباور في الثلاثة؟ هم متساويين بجمعهم إذا عندي الباور روتر كوبر لوسز شو بتساوي؟ بتساوي ثلاثة، ليش ضربنا بثلاثة؟ لأنه عندي 3 فيزز اي 2 سكوير ار 2 طيب والباور كونفرتد كيف بحسبها؟ مش عندي مقاومة هون مش ماشي فيها كرنت قديش اللوسز تبعت هاي الريزستور؟ إذا شو بحط؟ ثلاثة اي 2 سكوير في ايش؟ 1 ماينس اس على اس في ار ماشي واضح؟ طبعا هاي ما هاي راح تتحول لايش؟ مش لحراره، هاي راح تتحول لحراره، مضبوط؟ اذا هاي هي بس هاي ايش راح تتحول؟ ميكانيكا واذا ضربت هذا الباور كونفرتر راح يعطيني تورك في اوميجا اي سي صح؟ راح يتحول هذا لميكانيكال انرجي